السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم. احنا متواجدين في مدينة تطوان، بالضبط هذا المكان هذا رياض صوفيا. كي كتشوفوا هذه الواجهة إن شاء الله غادي تكون بديكور ترافيرتينو، إن شاء الله غادي يكون فيها اللون الأبيض واللون الرمادي الفاتح واللون البني، فأكيد إن شاء الله غادي تجي رائعة. الشكل ديالها مأخوذ من واحد الواجهة، تقريبا واحد الواجهة كنا خدمناها هذه شحال، إن شاء الله ننزلها لكم على الشاشة إن شاء الله. منها مأخوذ الشكل اللي غادي يكون في هذه الواجهة، فأكيد أنها غادي تجي رائعة إن شاء الله. غادي يكون فيها اللون الابيض هنايا والفواصل باللون الاسود، غادي تكون هذه ايضا حتى هي بالفواصل باللون الاسود. هنا غادي يكونوا هاد الثلاثه ديال الاماكن قدام النوافذ، وحده بالبني وحده بالرمادي الفاتح وحده بالبني ايضا الفوق. البلكويات غادي يكونوا كل شيء باللون الابيض، فاكيد ان شاء الله غادي تجي رائعه. الفواصل داك الشيء خفيف، ما يعني ما يكونش فيها شي فواصل اللي بزاف، الفواصل كاينين غير عند النوافذ، يعني وحده عند النافذه لتحت ووحده عند النافذه الفوق. كي كتشوفوا هنا ها هما، هذو هما الفواصل، يعني غتكون وحده هنايا في هذا المكان جايه مع الخط ديال النوافذ، غيكون داك الشيء خفيف. فان شاء الله غادي نحط لكم التصميم ديالها ديال الفوتوشوب على الشاشه باش تشوفوا كي غادي تطلع النتيجه، يعني اللي تم الاتفاق عليه. هنا لتحت غادي يكون، هنا غادي يجي بالبيض، يعني غادي يكون البيض هنا وغادي يجي دايز لتحت كما كتشوفوا في الفوتوشوب. غادي نحاول ننزلوا ان شاء الله على الشاشه، فان شاء الله غادي تكون رائعه ان شاء الله. فمرحبا بالناس ديال تطوان. هذه تقريبا اللي ما يعرفش بزاف، هذه جات في تطوان ما بين تطوان ومارتيل، يعني ريال صوفيا جا ما بين تطوان ومارتيل، هذو البلاصه ديال العمارات هنا ام كلثوم اللي بغى يشوفها. يعني هذا هو الشارع الرئاسي اللي كان القديم، يعني كيدي ما بين كيربط ما بين ام كلثوم والجامع ديال رياض صوفيا. فهذا هو المكان ديالها اللي بغى يجي يشوفها. خدمنا ديور سابقين خدمناهم في ام كلثوم، يعني العديد من المنازل اللي خدمناهم في ام كلثوم. فاللي بغى يجي يشوفها يعني هذا هو المكان فين كيخدموا الاخوان. فاكيد انتم عارفين ترافيرتينو، والحمد لله تعودتوا انكم تشوفوا الاعمال ديالنا، يعني النتيجه صافي وليتوا كتعرفوها كي غادي تخرج. الاخوان الله يجازيهم بخير، يعني متمكنين جدا من العمل ديالهم، ولا عندهم هذا الشيء هذا بحال شيء، يعني صافي كيكونوا متاكدين، ماشي كيما شي واحد يعني كيخدموا كيخاف من النتيجه كيفاش غتخرج في التالي، ولا لا صافي متاكدين من المهارات ديالهم. فالله يجازيهم بخير، حرفيين بمعنى الكلمه. فان شاء الله حتى نتقاسم معكم شي تفاصيل اخرى ان شاء الله في هذا المنزل هذا. السلام عليكم ورحمه الله.